مشاهدينا أهلا بكم إلى أخبار عمان من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم. وفي أبرز العناوين، جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من دولة رئيس الوزراء الأسترالي. تحيات القيادة القبرصية لجلالة السلطان المعظم ينقلها وزير الخارجية بجمهورية قبرص خلال استقبال سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد له اليوم. الإرث الحضاري والثقافي للسلطنة يوثقه معرض دائم لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. ملتقى الاتحاد العربي للمستهلك يبحث في مسقط دور منظمات المجتمع المدني في ترشيد استخدام المنتجات والوسائل الجديدة للعولمة. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من دولة مالكولم بليغ تورنبول رئيس وزراء أستراليا تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات. قام بتسلم الرسالة سعادة السفير الشيخ سالم بن سهيل المعشني رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية خلال استقباله اليوم معالي فيليب رودوك المبعوث الخاص لدولة رئيس الوزراء الأسترالي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية للسلطنة حاليا. تم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي بين السلطنة وأستراليا وخاصة في مجال المنظمات والهيئات الدولية. استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم معالي وانيس كاسوليدس وزير الخارجية بجمهورية قبرص، حيث نقل تحيات فخامة الرئيس نيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص والحكومة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياتهم الطيبة لجلالته بدوام التوفيق وللشعب العماني بالمزيد من التقدم والنماء. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعم أوجه التعاون بينهما في العديد من المجالات، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين. كما تم استعراض التطورات الراهنة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد أكد معالي وزير الخارجية القبرصي تقدير بلاده للسياسة التي تنتهجها السلطنة في علاقاتها مع دول العالم، معربا عن أهمية هذه الزيارة على صعيد تبادل الرؤى والتشاور. كما أشاد معاليه بالتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية في البلدين. حضر المقابلة سعادة السفير أندرياس بانيوتو سفير جمهورية قبرص لدى السلطنة. إبرازا للدور الحضاري والتاريخي للسلطنة عبر الحقب الزمنية المختلفة ودور العمانيين في الإسهام الحضاري للحضارة الإنسانية، افتتح المعرض الدائم للوثائق والمحفوظات الوطنية. المعرض يوثق في أركانه الإرث الحضاري والثقافي للسلطنة، كما أنه يعد فرصة لتعريف الطلبة وأفراد المجتمع والمقيمين والسياح بتاريخ السلطنة العريق. رعى الافتتاح صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة. إبرازا للدور الحضاري والتاريخي للسلطنة عبر مختلف الحقب الزمنية ودور العمانيين في الإسهام الحضاري في الحضارة الإنسانية، جاء افتتاح المعرض الدائم للوثائق والمحفوظات الوطنية. نرى اليوم هذا المعرض الدائم وهو بمثابة مرجع للباحثين، كذلك هو مزار للسواح القاصدين تاريخ السلطنة، وما شاء الله الفريق في الهيئة يعمل جاهد طوال هذه السنوات منذ تأسيس الحقيقة على إبراز تاريخ السلطنة الوثائقي والتاريخي، وها نحن اليوم نرى هذا المعرض الدائم
وإن شاء الله مستقبلا سيكون هناك مبنى متكامل للهيئة، ونرجو لهم التوفيق. المعرض يحكي التاريخ المتكامل للوثائق والأرشفة، بما في ذلك استخدام الخط المسند إلى بداية ظهور الخط العربي، ويتحدث عن عمان في العصور والحقب الزمنية المختلفة إلى وقتنا الحاضر، ويعرض أيضا الأدوات المستخدمة في الكتابة، كما أنه يؤكد على أهمية الوثائق والبحث العلمي والإبداع الفكري من خلال المعروضات النادرة المتوزعة في أكثر من 10 أركان. هذا المعرض المتحفي المتكامل يعرف المواطن ويعرف الزائر ويعرف المقيم وكل أفراد المجتمع في الحقيقة على هذا التاريخ التليد، ويطوف هذا المعرض بكافة المراحل والحقب التاريخية، ويعطي فكرة متكاملة عن هذه الجوانب الحضارية لسلطنة عمان. المعرض ومن ضمن أهدافه أيضا فتح آفاق واسعة لتعريف الطلبة وأفراد المجتمع والمقيمين والسياح على تاريخ السلطنة وحضارتها عبر هذه المعروضات. هذا المعرض دائم هو يعني لبنة أخرى تضاف إلى لبنات المتاحف والمعارض الدائمة في السلطنة، والتي تعكس جزء مهم من التاريخ العماني، والذي هو بالأساس يعني عامل جدا ضروري ومهم لنا كتربوي وتعليم، من حيث إمكانية اطلاع الطلبة على مثل هذه المعارض وعلى محتوياتها لترسيخ قضايا التراث والتاريخ والبعد الوطني كذلك. ويتكون المعرض الوثائقي الدائم من عدة قاعات تلفت الزائر إلى تاريخ عمان الضارب في القدم، ويعرف بكيفية قدرة العماني في توثيق التاريخ والمحافظة عليه ابتداء من تسجيله على الأوراق والأحجار، وانتهاء بمؤسسة وثائقية متمثلة في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تقوم على تنظيم هذه الوثائق التي تحكي التاريخ العماني وتشكل ذاكرة وطنية لهذا البلد العريق. ويعد المعرض الدائم للوثائق والمحفوظات الوطنية إرثا حضاريا وثقافيا ومزارا سياحيا للمهتمين بتاريخ السلطنة العريق، كما أنه يعد مرجعا لطلبة العلم والباحثين والمفكرين. محمد بن عمير الهنائي، محافظة مسقط. أكد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أن الهيئة عدت مناقصة مشروع منظمة المراسلات والوثائق الإلكترونية، مشيرا أنها ستحدث نقلة نوعية في مجال إدارة الوثائق الإلكترونية بين المؤسسات والهيئات. بالنسبة لبناء النظام في سائر الوزارات وصل العدد لحوالي 40 جهة حاليا، وبالتالي نحن بدأنا العمل مع الشركات، وهناك الشيء الأهم أن الهيئة عدت المناقصة المشروع المنظومة المراسلات والوثائق الإلكترونية، وقد طرحت هذه المنظومة التي كنا نتحدث عنها عبر مجلس المناقصات، ومن المتوقع بداية شهر يناير فتح المظاريف من قبل مجلس المناقصات، ونأمل أن هذا المشروع سيرى النور بعد انتهاء وإرساء هذا المشروع من قبل مجلس المناقصات، وهذه المنظومة الإلكترونية ستحدث نقلة نوعية في مجال إدارة الوثائق الإلكترونية. دور منظمات المجتمع المدني في ترشيد استخدام المنتجات والوسائل الجديدة للعولمة يبحثه الملتقى 18 للاتحاد العربي للمستهلك والمؤتمر المصاحب له. الملتقى يأتي بتنظيم من الجمعية العمانية لحماية المستهلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمستهلك. رعى حفل افتتاحه معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الشتاجواني وزير الزراعة والثروة السمكية. بحضور ممثلين عن 16 دولة إلى جانب المنظمة الدولية لحماية المستهلك وتحت عنوان الترشيد أسلوب حياة، ينعقد في مسقط الملتقى 18 للاتحاد العربي للمستهلك والمؤتمر المصاحب له. الشركات المنتجة تحاول أن تروج وتستخدم أساليب كثيرة لتشجيع المستهلك للشراء، لكنه تبقى هنالك يعني الحاجة الحقيقية لهذا النوع أو لهذا النمط من الاستهلاك. نحن نتحدث عن الغذاء، نتحدث عن المواد الترفية، حاجاتنا المعيشية المختلفة، يعني كل ما يدور حوالينا من سيارات وأمور. دور منظمات المجتمع المدني في ترشيد استخدام المنتجات والوسائل الجديدة للعولمة
وتداعياتها على أنماط الاستهلاك المحور الرئيسي الذي يناقشه هذا الملتقى الذي تنظمه الجمعية العمانية لحماية المستهلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمستهلك. حماية المستهلك وهي السلطة الخامسة بعتبرها أنا، بالإضافة إلى السلطة الرابعة اللي هي الإعلام، يستطيعان معا يعني المساهمة في تعديل ثقافة المستهلك نحو شراء واستخدام الكثير من السلع والخدمات. تعزيز التعاون بين جمعيات حماية المستهلك في الدول العربية وتبادل الخبرات فيما بينها هدف يسعى إلى تحقيقه هذا الملتقى العلمي. نحن بحاجة أكثر لدعم من المؤسسات الحكومية، لأنه مثل ما بتعرف بكل دولنا في عنا مشكلة في التلاقي بين المجتمع المدني والوزارات، وهي مشكلة. بالعكس نحن دورنا كجمعيات هي تقوية الوزارات والمؤسسات الحكومية لتقوم بدورها، وبعدها من هون يكون رايح إذا صار في عنا أي مشكلة بنقدر نتعاون، بنقدر نوصل بعتقد لنفس الهدف وهو حماية المستهلك العربي. ويركز المؤتمر المصاحب للملتقى على تعزيز الوعي المجتمعي بالتدابير اللازمة لحماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم وتحمي مصالحهم الاقتصادية. يأتي هذا المؤتمر في ظل التطور السريع في مختلف جوانب الحياة والتجارة الدولية وانفتاح الأسواق الذي أدى إلى تنوع المنتجات مقابل نقص المعلومات وقلة الوعي الاستهلاكي. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. صنفت السلطنة من قبل المنظمات العالمية في الترتيب الثاني عربيا وفي المرتبة 26 على مستوى العالم في برامج الأمن الغذائي نتيجة السياسات والبرامج التي اتخذت لتحقيق الأمن الغذائي. هذا ما كشف عنه معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. صنفت السلطنة من قبل المنظمات العالمية بالترتيب الثاني عربيا وفي المرتبة 26 على مستوى العالم. صنفت على مصاف الدول المتقدمة في برامج الأمن الغذائي، ونتيجة السياسات والبرامج التي اتخذت لتحقيق الأمن الغذائي، وهو يعني يتحدث عن خمس محاور لتحقيق الأمن الغذائي في السلطنة. المحور الأول طبعا زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي وفي القطاع السمكي، الاستثمار في مجالات إنتاج الغذاء، والحكومة أسست شركات عملاقة للإنتاج الغذائي في القطاعين. لدينا الشركة العمانية لاستثمار الغذاء القائد، وعندنا الشركة العمانية للاستزراع، ولديها مشروعات طموحة جدا نأمل أن تعزز جهود الأمن الغذائي. استكملنا منظومة بناء المخازن والصوامع على مناطق السلطنة المختلفة، قمنا بتحرير التجارة، وأيضا في نسعى للانتهاء من برنامج الإنذار المبكر للغذاء، وبالتالي تعطينا مؤشرات حول ونستقرئ ماذا سيحصل مستقبلا فيما يتعلق بتوفير الغذاء على مستوى العالم. تقنية التحول من الإجراءات اليدوية إلى الحلول التقنية بنظم وتقنيات المعلومات أبرز ما عرضه معرض تقنية المعلومات والاتصالات في نسخته الثالثة لهذا العام. المعرض يضم 11 ركنا لمشاريع شاركت على المستوى العالمي والمحلي، ويستهدف المعرض طلاب مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام لإبراز ما توصلوا إليه من إبداعات في تقنية المعلومات والاتصالات. الثورة المعلوماتية في التطبيقات الحياتية لخدمة المستفيدين والمتعاملين واقع تفرضه الطفرة المعلوماتية في مختلف المجالات. ومن أجل التعريف بآخر الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية انطلق معرض تقنية المعلومات والاتصالات في نسخته الثالثة لهذا العام الذي تنظمه وزارة التعليم العالي. مشاريع التحول الإلكتروني للوزارات أو المؤسسات الحكومية قاطعين شوط كبير، ونامل في السنوات القادمة نرى أنه في تجانس كبير في هذه المؤسسات، وكذلك للمستخدم وصول الخدمات بأسهل ما يمكن.
يستهدف المعرض طلاب مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام لإبراز ما توصلوا إليه من إبداعات في تقنية المعلومات والاتصالات وآلية تطوير مشاريعهم لتكون برامج ذات جدوى عملية وخدمية. مشروعنا يتكلم عن إشارات المرور الذكية المدعمة بنظام الجي بي اس أو نظام الملاحة ونظام الاتصالات الجي اس ام. فكرة النظام المحدثة اللي هي في حال وجود إشارات مرور خالية من السيارات، أي سيارة تقدم من أي جهة تحصل على وقت مسرع وبدون انتظار للجهات الأخرى. المعرض يحوي 11 ركنا ل11 مشروعا، منها مشاريع شاركت على المستوى العالمي، ويقوم خلاله مجلس البحث العلمي بتقديم حلقة عمل تناقش برنامج تحويل مشاريع التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة. قمت بتطوير برنامج لتسهيل التواصل بين طاقم الطائرة والمسافر. لقد شاركت في المشروع في مسابقة الجدران المتساقطة، تأهلت كأول عمانية تتأهل، وقمت بتمثيل السلطنة في الجمهورية الألمانية ببرلين. فكرة المشروع إنه يخدم المعلم وولي الأمر لسهولة التواصل بينهم. يستطيع ولي الأمر إنه يسجل، يستطيع قصدي المعلم إنه يسجل معلومات خاصة بالطالب، كذلك يستطيع ولي الأمر الاطلاع عليها بعد ما يسجلها المعلم المسؤول. وعلى مدى يومين يفتح المعرض أبوابه للزوار ليكون فرصة للمؤسسات الحكومية والخاصة لاكتشاف المواهب الطلابية ومعرفة آخر التقنيات في برنامج المعلومات والاتصالات. مواكبة الطفرة المعلوماتية المحلية والعالمية في ظل التحول الإلكتروني الذي تسعى إليه الحكومة، هدف سعى إليه هذا المعرض من خلال إقامة المشاريع الطلابية من مختلف مؤسسات التعليم العالي. أحمد بن راشد الهنائي، محافظة مسقط. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها بعد الفاصل. الحضارة العمانية في شرق أفريقيا، ملتقى ثقافي يكشف تأثير الأدب العماني في الشرق الأفريقي. دعم المرأة في كافة القطاعات ومساندة قضاياها، وذلك إيمانا منها بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به المرأة العمانية في المجتمع كشريكة أساسية في التنمية، يأتي ذلك خلال متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو. وتم خلال الاجتماع مناقشة دور السلطنة في المنظومة الدولية لمؤشرات المرأة، كما تم استعراض تصور حول تعزيز تنفيذ اتفاقية القضاء وإدماج النوع الاجتماعي في البنى المعلوماتية الوطنية والعنف الأسري والعنف ضد المرأة. كما تطرق الاجتماع إلى انخفاض نسب مشاركة المرأة في العملية السياسية وتمثيلها بنسبة متدنية في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية. عقد الاجتماع الثالث للجنة برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية. كشف الملتقى الثقافي الحضارة العمانية في شرق أفريقيا، والذي ينظمه مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم مع كلية العلوم التطبيقية، كشف عن تأثير الأدب العماني في الشرق الأفريقي. الملتقى سلط الضوء على الوجود السياسي العماني والمخطوطات العمانية ودور الصحافة العمانية في التنوير. الملتقى الثقافي الحضارة العمانية في شرق أفريقيا، والذي نظمه مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بالتعاون مع كلية العلوم التطبيقية بالرستاق، جاء ليسلط الضوء على دور العمانيين في القارة الأفريقية والتي كانت سببا في ازدهارها ورقيها في مختلف المجالات.
هذا الملتقى يحمل رسالة خاصة لطلبة العلم وخاصة للباحثين في الكلية، وذلك لأن عنوانه واضح. عندما أقول كلمة الحضارة العمانية في شرق أفريقيا، معنى ذلك أن هناك الكثير من المعارف التي قام بها العمانيون تجاه تلك القارة. الأمم لابد أن تهتم بتاريخها، والاهتمام بهذا التاريخ لابد أن يتم من خلاله إبراز الدور التاريخي والحضاري لعمان، وهذا الدور الذي يمتد لقرون يظهر من خلاله دور عمان في شرق أفريقيا، مبرزا الكثير من الجوانب الحضارية والثقافية والاجتماعية، وقبل ذلك أيضا الجوانب السياسية لهذا الدور. الحوار الفكري حول المخطوطات العمانية في شرق أفريقيا والحديث عن الصحافة العمانية في الشرق الأفريقي وتأثيرها في حركة التنوير كشف عن الأدوار الثقافية والعلمية والفكرية التي كان عليها الأوائل من العمانيين في رحلاتهم إلى شرق أفريقيا. هذا الملتقى يمثل حلقة وصل وقراءة للتاريخ، وهو الحضارة العمانية في شرق أفريقيا، حيث يسلط الضوء على مجموعة من المحاور المهمة التي يعني تتعلق أو تمس الباحثين والمختصين وأبنائنا الدارسين في مختلف الميادين، ومنها يعني القطاع السياسي سيتحدث يعني حوله، ورقة عمل في الجانب السياسي والمخطوطات والشعر. الأدب العماني الأفريقي والوجود العماني السياسي في شرق أفريقيا محاور تناولها هذا الملتقى، والذي أظهر جانبا من التأثير الفكري والمعرفي والثراء الثقافي الذي ساهم فيه المفكرون العمانيون خلال عقود مضت في الشرق الأفريقي. ما كشف عنه هذا الملتقى الثقافي الحضارة العمانية في شرق أفريقيا يعد شذرات لمخزون فكري ستكون أبوابه مفتوحة أمام الدارسين والباحثين لسبر أغواره. عبد الله بن عامر الويهي من كلية العلوم التطبيقية بولاية الرستاق، محافظة جنوب الباطنة. أسدل الستار على جائزة الرؤية للمبادرات الشبابية لعام 2016 في نسختها الرابعة بتكريم أفضل المبادرات والمشاريع والابتكارات الشبابية المجيدة. الجائزة التي تنظمها جريدة الرؤية تأتي لإبراز إنجازات الشباب العماني الفكرية والفنية والابتكارية واستقطاب الشباب المجيدين في مختلف المجالات. رعى حفل التكريم صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد، مساعد الأمين العام لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. في شتاء مسقط اللطيف ألهب هؤلاء المبتكرون الشباب قاعة حفل جائزة الرؤية لمبادرات الشباب في نسختها الرابعة، مترقبين صعود منصة التتويج. اليوم عندنا نخبة من الشباب نفتخر بهم يعني بأمانة، ولهم يعني طاقة كبيرة وعقول نيرة، وعندهم يعني إبداعات وابتكارات، لابد أن نشجعهم وندعمهم في مجالهم للمستقبل إن شاء الله. المشاركون تنافسوا في 8 مجالات ليتأهل 39 منهم إلى المرحلة النهائية، لتذهب الجوائز الأولى في مجال الروبوت لمشروع الطائرة دبور، وفي مجال الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع كان المركز الأول أيضا من نصيب فريق سوى نبني التطوعي. أما الجائزة الأولى الأخرى في مجال الطاقة المتجددة فقد ذهبت إلى مشروع محطة انتظار الحافلات والتي تعمل بالطاقة الشمسية. جرس المنبه الذكي، القطعة الأولى توضع في الحافلة، القطعة الثانية توضع في المنزل، القطعة الثالثة لذي الاحتياجات الصعبة توضع كالساعة في الليل، سترن الساعة ستهتز سيعرف الطالب بأن الحافلة قد وصلت للمنزل. 445 مشاركا عكسوا إبداعاتهم وابتكاراتهم في معرض صاحب الحفل، تمثلت معروضاتهم في مجالات الطاقة المتجددة والروبوت والإلكترونيات والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والاجتماعية. فكرة المشروع
مشروع تحويل الغازات السامة إلى غازات نافعة تخدم البيئة. فأولا تكون هناك 3 روبوتات منفصلة عن بعضها البعض. أولا تكون هناك خزانات معبأة بها الغازات السامة والغازات النافعة، فبمجرد ما أن نفتح الصهاريج يبدأ الروبوت الأول أن يتحرك بما يسمى بروبوت المزج، فيبدأ بمزج الغازات السامة. أنا طالب أصم لا أستطيع سماع جرس الإنذار، فمن هنا جاءت فكرة عمل مشروع الساعة الذكية لتساعد الأصم لمعرفة قرع الجرس. هذه المسابقة تعمل على إتاحة الفرص الإبداعية لدى شريحة الشباب لتتبوأ مكانة ريادية في مختلف المجالات، إضافة إلى بناء وتطوير قدراتهم وصولا بهم إلى أعلى درجات الإبداع والابتكار. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. سجلت محافظة مسقط النسبة الأعلى في التداولات العقارية من حيث عقود البيع والملكيات الصادرة والرهن وفك الرهن على مستوى المحافظات خلال نوفمبر الماضي. وبلغت قيمة التداول العقاري خلال الشهر الماضي نحو 280 مليون ريال عماني عبر إجراء نحو 28 ألف تصرف قانوني. نحو 280 مليون ريال قيمة التداول العقاري في السلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي، مع رسوم محصلة بلغت أكثر من 6 ملايين ريال عماني عبر إجراء نحو 28 ألف تصرف قانوني شملت البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، بالإضافة إلى التأشيرات. وسجلت محافظة مسقط النسبة الأعلى في تصرفات البيع مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي، تلتها محافظة شمال الباطنة ثم محافظة جنوب الباطنة، بينما كانت تصرفات البيع الأقل في محافظة مسندم. وبينت التداولات العقارية بوزارة الإسكان خلال شهر نوفمبر الماضي بأن محافظة مسقط الأعلى من حيث عقود البيع والملكيات الصادرة والرهن وفك الرهن والهبات والانتفاع على مستوى المحافظات، فيما جاءت محافظة شمال الباطنة الأعلى في المبادلة والإرث والقسمة والتأشيرات، في حين أتت ولايتا صحار وصلالة الأكثر تملكا فيهما بين الخليجيين لهذا الشهر، حيث تصدر الكويتيون نسبة التملك بين أبناء دول مجلس التعاون. وخلال شهر نوفمبر الماضي أصدرت وزارة الإسكان أكثر من 18 ألف سند ملكية، بما فيها سندات تملك الخليجيين، منها 3936 قطعة جديدة مسجلة لأول مرة. سجل الميزان التجاري للسلطنة حتى نهاية يوليو من العام الجاري فائضا ب 842 مليون ريال عماني وفق ما أشار إليه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبلغت قيمة الصادرات النفطية للسلطنة 3 مليارات ريال عماني بانخفاض قدره 35% عن العام الماضي. سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية يوليو من العام الجاري فائضاً ب 842 مليون ريال عماني وفق ما أشارت إليه الإحصائيات الأولية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة ما يقارب من 5 مليارات و800 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 28% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت الواردات السلعية انخفاضا نسبته 24% لتبلغ بنهاية يونيو ما يقارب من 5 مليارات ريال عماني مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق. وتجاوزت قيمة صادرات السلطنة من النفط والغاز 3 مليارات ريال عماني بانخفاض نسبته 35% عن عام 2015، والذي سجلت فيه ما يقارب من 5 مليارات ريال عماني. وأوضحت الإحصائيات أن الصادرات السلعية غير النفطية انخفضت بنسبة 24% لتبلغ 1,422 مليون ريال عماني مقارنة مع العام 2015. وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الصادرات السلعية غير النفطية رغم انخفاضها بنسبة 15% لتبلغ حتى يوليو 2016 ما قيمته 368 مليون
وسبعمائة ألف ريال عمانية، وبالمقابل ارتفعت قيمة إعادة التصدير للمنتجات المعدنية بنسبة 68% لتبلغ 399 مليون ريال عمانية. وفيما يخص الواردات السلعية للسلطنة، فقد سجلت واردات السلطنة من الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها أعلى قيمة لتبلغ 987 مليون ريال عماني، بانخفاض نسبته 20% عن نهاية يوليو 2015. كما بلغت قيمة واردات المنتجات المعدنية 726 مليون ريال عماني، بانخفاض نسبته 26% مقارنة بالعام 2015. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات، وبلغت صادرات السلطنة غير النفطية إلى الإمارات حتى نهاية يوليو من العام الجاري ما قيمة 367 مليون ريال عماني، بانخفاض نسبته 2.6%. كما بلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية 161 مليون ريال عماني، تلتها جمهورية الهند ب 156 مليون ريال عماني، ثم اليمن ب 141 مليون ريال عماني، والصين ب 108 ملايين ريال عماني. كذلك جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المصدرة للسلطنة، حيث بلغت الواردات من الإمارات بنهاية يوليو من العام الجاري ما قيمته ملياران ونصف المليار ريال عماني، تلتها اليابان ب 252 مليون ريال عماني، ثم الهند ب 250 مليون ريال عماني، والصين ب 222 مليونا و500 ألف ريال عماني، وأخيرا المملكة العربية السعودية ب 201 مليون ريال عماني. في إطار الشراكة وتكامل الأدوار بين القطاعات الحيوية الواعدة كقطاع التأمين والمؤسسات المعنية بدعم وتأهيل رواد الأعمال، انطلقت حلقة العمل التدريبية بعنوان ريادة أعمال وكلاء التأمين التي تنظمها الهيئة العامة لسوق المال وتركز على تعريف الكوادر الوطنية بطرق وأدوات إدارة المشاريع والأعمال وإكسابهم المهارات الفنية والإدارية المهمة لتسويق المنتجات التأمينية المرخصة. يأتي تنظيم هذه الحلقة لما لهذا القطاع من أهمية، كونه أحد القطاعات الحيوية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، والتي بلغت مع نهاية العام الماضي حوالي 1.6%. خلال ثلاث سنوات من تفعيل نشاطه، تمكن صندوق الرفد من تمويل 6140 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 94 مليون ريال عماني. الصندوق يمول ثمانية فئات من خلال 11 برنامجا، وقد أثبتت عدد من المشاريع الشابة نجاحها في رفض الاقتصاد الوطني. بقيمة إجمالية تجاوزت 94 مليون ريال عماني، تمكن صندوق الرفد من تمويل 6140 قرضا منذ عام 2014 وحتى سبتمبر الماضي. 11 برنامجا وضعها الصندوق لتمويل ثمان فئات، منها الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي، المرأة الريفية، طلاب المدارس والجامعات، الباحثون عن عمل، رواد الأعمال، وموظفو الحكومة الراغبون في التفرغ لتأسيس أو دعم المشاريع الخاصة. آمنة القطامية آمنت بقدراتها، فكان النجاح حليفها من خلال تأسيسها لمشروع صالة رياضية نسائية بتمويل من صندوق الرافد. بدأت فكرة المشروع من أني كنت ربة بيت أساساً، كنت أقرأ وأسمع عن الرفد، جات في بالي أن صالة رياضية لأن درست الموضوع هنا في المعبيلة، عملت كدراسة ميدانية في البداية يعني شوية صح صارت في يعني لحد ما أجيب ولحد ما أورد، ومن ناحية المدربات عندي، من ناحية الأشياء، من ناحية الأجهزة، وهذا صار عندي فترة طويلة لحد ما أجهزه، بس الحمد لله بمساعدة زوجي وأولادي معاي الحمد لله رب العالمين توفقت فيه. تحديات كثيرة واجهت آمنة وقبلها الأختين لجينة ولمياء في تأسيس مشاريعهن الخاصة، إلا أن الهدف النبيل يحتاج إلى تخطي التحديات بروح مفعمة بالإصرار.
آمنة ولجينة ولمياء نماذج من شباب ناجح خطط وسعى ونفذ فكان له ما أراد. انتصار بنت حبيب الشبلية، محافظة مسقط. أخبار عمان مستمرة، وننتقل بكم الآن إلى جولة مع أخبار المحافظات. بمشاركة عدد من شعراء السلطنة ودول مجلس التعاون والوطن العربي، افتتح على مسرح الكلية التقنية بولاية المصنعة ملتقى عمان الشعري السادس. الملتقى والذي يستمر لمدة 4 أيام رعى حفل افتتاحه معالي الشيخ سعد بن محمد المردوف السعدي وزير الشؤون الرياضية. ب24 شاعرا يصدحون بقصائدهم في مختلف مجالات الشعر، ها هو ملتقى عمان الشعري في نسخته السادسة يقام وسط أجواء وأمسيات شعرية تحتضنها هذه المرة الكلية التقنية بولاية المصنعة على مدى 4 أيام، والذي من أبرز أهدافه توطيد واصر الثقافة بين شعراء السلطنة والشعراء المشاركين من دول مجلس التعاون والوطن العربي، وإظهار المواهب الشعرية في السلطنة، وزيادة التواصل والتعارف بين الشعراء. لتكتب السلطان قابوس لهان من هيبته خارت عزوم التصاوير، قابوس فيضا للمكارم والاحسان، من بحر من جود بحره زود النهر والبيل. عزمنا بشوفتك يا علا ومن دمع العدا نسكب وارفع السيف والخنجر قبل الابصار. شهد الملتقى في أمسيته الأولى قصائد شعرية للشاعر أحمد بن غدير من السلطنة، وسالم السيار من دولة الكويت، وفلاح البدري من العراق، بالإضافة إلى فقرة تراثية وشلة يمنية. مشاركة جميلة ورائعة أن تتداخل الأصوات الشعرية خاصة في دول الخليج حتى يتوحد القلب، وأجمل الرسائل اللي هي من القلب للقلب، وأكثر ما يحملها الشعر. وأنا عرفت ضيوفكم لو هم أجناب من طيبكم صاروا عليكم معازي. قائمين على الشعر بعمان على منطقة الشعر، أفضل شيء سووه هو أنهم يدعون من شتى بلدان العرب عشان يكون التواصل وأواصر الترابط تكون موجودة بين البلدان العربية. ويحظى الملتقى بحضور ومتابعة من المهتمين ومتذوقي الشعر في مختلف ألوانه ومجالاته المتعددة. أمسيتان شعريتان في كل يوم من أيام هذا الملتقى الشعري من الساعة 7 إلى 10 مساء. عبد الله بن خلفان الرمضاني، ولاية المصنعة، محافظة جنوب الباطنة. أقام فريق عذب القوافي بولاية محوت في محافظة الوسطى أمسية شعرية بعنوان ليلة في حب الوطن على مسرح مدرسة حج للتعليم الأساسي، وشارك في الأمسية التي تزامنت مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 46 المجيد عدد من شعراء السلطنة ودول الخليج العربي، حيث قدم الشعراء المشاركون القصائد المعبرة عن حب الوطن والقائد. مشاهدينا، فترتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من دولة رئيس الوزراء الأسترالي. تحيات القيادة القبرصية لجلالة السلطان المعظم ينقلها وزير الخارجية بجمهورية قبرص خلال استقبال سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد له اليوم. الإرث الحضاري والثقافي للسلطنة يوثقه معرض دائم لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ملتقى الاتحاد العربي للمستهلك يبحث في مسقط دور منظمات المجتمع المدني في ترشيد استخدام المنتجات والوسائل الجديدة للعولمة. شكرا لكم على طيب المتابعة، هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، إلى اللقاء. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا وإلى آخر الصور الجوية. مثلما نشاهد هنا تكاثف السحب جنوب غرب بحر العرب، ومعظم السحب تتجه نحو القرن الأفريقي، على ذلك تبقى أجواء السلطنة والمناطق المجاورة خالية من السحب المؤثرة. إذا نظرة سريعة على توقعات الأجواء في السلطنة لهذه الليلة في محافظة مسقط، درجات الحرارة الصغرى أقل من 20 درجة مئوية مع احتمال تدفق بعض السحب بين حين وآخر، وفي جنوب الباطنة أيضا فرص لتدفق بعض السحب على المناطق الساحلية، وفي شمال الباطنة أيضا الأجواء غائمة جزئيا ودرجات الحرارة الصغرى حول 15 درجة مئوية، 17 درجة هنا في محافظة مسندم مع بعض السحب العالية، و12 درجة في محافظة البريمي مع احتمال تشكل بعض السحب المنخفضة خلال ساعات الصباح الأولى، والحال ذاتي بالنسبة للمناطق الصحراوية لمحافظة الظاهرة ودرجة الحرارة 10 درجات مئوية. في الداخلية 5 درجات في جبل شمس وحوالي 14 درجة بالنسبة للمناطق المجاورة للجبال، وفي شمال الشرقية أيضا درجات الحرارة حول 15 درجة مئوية مع سماء صافية بحول الله، بعض السحب هنا قد تشاهد على سواحل الجنوب الشرقية ودرجات الحرارة أقل من 20 درجة مئوية، 17 درجة بالنسبة لسواحل الوسطى مع تدفق بعض السحب وعشر درجات في المناطق الصحراوية، وهنا في محافظة ظفار أيضا احتمال مشاهدة بعض السحب بين حين وآخر، ودرجات الحرارة تتراوح بين 16 درجة شمال المحافظة وحوالي 20 درجة بالنسبة للمناطق الساحلية. سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب تشهد رياح شمالية شرقية نشطة في حدود 20 عقدة مع بحر متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له مترين، وبين هذه إلى متوسط الموج على سواحل محافظة مسندم مع رياح غربية في حدود 10 عقد ورياح أيضا غربية 10 عقد معتدلة على سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان مع بحر هادئ الموج ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحدا وربع المتر. شكرا لمشاهدتكم، إلى اللقاء.